الحكومة الجزائرية بقيادة رئيسها تبون وكبار العسكر يجدون أنفسهم معزولين عربيا وإفريقيا وعالميا بسبب أدائها لدولة المغرب، ولا زالت الجزائر تتكبد خسائر وخيمة في اقتصادها وفي علاقاتها السياسية. ورغم كل هذا فالجزائر لا زالت ضائعة في متاهة صبيانية، سيدفع ثمنها الشعب الجزائري. أما المغرب والمغاربة فهم يسيرون بخطى ثابتة في نجاحاتهم الاقتصادية والسياسية. أما بخصوص الحرب التي تكلم عنها الرئيس الجزائري تبون عبد المجيد، فهي ليست سوى كلمة تنضاف إلى اتهامات المغرب بإشعال النيران والتجسس وعلاقاته بالماغ. أما الواقع فالجزائر لا تقوى على مجابهة المملكة المغربية، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، لأن الدولة المغربية مبنية على أسس قوية ومتينة وتستطيع احتلال الجزائر في أيام إن لم أقل ساعات. ومع ذلك المغرب يلتزم الصمت وعدم الاهتمام بأقوال السفهاء التي لا تغني من جوع. وفي نفس الوقت يقف المغرب مراقبا فقط لما تصنعه الجزائر، وسيقول كلمته الأخيرة عندما تنوي الجزائر القيام بأي عملية على الأراضي الحدودية، لأن عندها سيزأر المغرب على الجزائر بكل قوة وسيجعلها تنكمش وتنعزل عن الواقع بصفة نهائية.